نهار 29 ماي قبل ما ناخذ نهج الجذر الرئيسي بشوية شفت فلاش كبير ملول نسخن البرق خاطر وقتها مطر تصب برشا. بعد بالمطر نمشي بشوية بعد عاود الفلاش وقتها جيكم خيل هي الكهرباء قاعدة تصور. قعدت نتبع فيها الكهرباء بين الديستانس كل ما تعدى في نهج الجذر الكبير اللي هو على اليسار الكل يرجع لشارع حبيب بورقيبة ويرجع الموجات الكل هنا في الغزالة تعدي بعضها كل مفترق يعاودوا يصوروا. قعدت نمشي بيناتنا ديستانس نشوف كل مرة الفلاش خلطنا دخلتو هما آخر فلاش كبير هنا قدام المكتب متاع أبو القاسم الشابي متاع الغزالة صوروا غادي وبعد فقدتهم. زربت هنا قعدت نمشي نجري تبع هنا فما الدرة اللي على اليمين باش تخرجنا على الطرود متاع وطرود بن زرد. وطرود بن زرد كيف درت على اليمين اللي هي الدورة هذي الدورة هذية بالضبط كيف الدور انت على اليمين فما زوز كياسات انا هنا ما عادش نشوفها طول كان سونس انتردي قبل دونك با ريفليكس ندور على اليمين درت على اليمين وما ما عادش نشوف في حد شيء غادي دونك هما وقتها في السيارة معناتها كملوا صوروا ركبوا ومشيوا برشا مرات بقول لا لا هما في الكهرباء ما هبطوش الكهرباء تمشي تقف وتصور هنا انا مشيت في كيس هذايا ما عادش في حد شيء كيف خلطت الاخر النهج هذايا فما ستوب انا وقفت في ستوب جيت معاهم كفوا غرزة لما نقولوا وهم وقتها يصوروا في النهج هذايا وصوروا الدار هذه بالذات ولا هنا معناها اخر حاجه المفترق هذا اللي هو يخرج على اوتوروت بنزرت يخرج الخرجه الثانيه على اوتوروت بنزرت نحكي لك اشنا خارج هنا انا قعدت واقفه غاديك قعدت شفتهم صوروا القهوه صوروا بعد دخلوا في النفق هذا ما فهمت حتى شيء وقتها بدات يضربني الشك جي بانيكي في النفق قعدت بعيد عليهم كيستوي لهنا لوتوروت دخلنا لوتوروت معناها في اتجاه الاريانا مش في اتجاه بنزرت باش نرجعو هنا رجعت نشوف فيها الكهرباء تمشي قدامي خلطت هي وقتها خلطت ديجا للروبون نتاع النحلي وقفت غاديكا صورت على الاقل ثلاثة فلاشات اللي شفتهم انا من الاول مشى في بالي دار الغنوشي ولا حاجه خاطر قالوا لي يسكن غاديكا فما دار هكا وبعد ما ريو نشوف لوتورود باه جست نحب نقول معناتها جست باش نفهموا اكثر كان نجمو ندورو على اليسار باش نقولوا الرومبوان هذايا وين يهز الرومبوان هذايا طلع يهز ديريكت لدار المرحوم الابراهيمي باه كيف ندورو على اليسار معناها كيف ناخذ الرومبوان الدوره الاولانيه على اليمين دارو نجمو نمشيو معناها في شيء اللي هي الدورة هذه هكا أول دورة على اليمين أول دورة على اليمين معناها الثلاثة فلاشات الأخرانيين اللي هو مدخل الناجي اللي يزل دارو والله أعلم ومنين بدينا من غادي معناتها تنجم توصل لها من هنا زادة تنجم توصل لها نجم توصل لها هي الكياس هذاك الرئيسي على اليسار الكل من كنا نمشي والكل يعدي على هنا هي الغزالة مبنية كالحومة العربي الكل هتحل على بعضها لهنا لهنا دار الابراهيمي دونك في حالة خروجهم من نقولوا لي في حالة خروج سيارة من دار المرحوم محمد الابراهيمي تنجم تتعدى من هنا ما غير ما تتعدى على الاوتوروت تمشي من هنا الكيس هذه طول ترجع وين انا قلت لك كانوا يصوروا دونك هذا المخرج اللي هو نجم يكون مخرج ثاني فوت تتعدى بالرومبوان اللي دخلنا منه نحن تو لدار المرحوم تخرج الرومبوان الثاني اللي هو يخرج على الاوتوروت الكل هتعدي لبعضها به الحكايه هذه وقتها صارت وش عملت انت كي صارت انا نهارتها اللي هو مخر اول حاجه طلب بانيك مشيت لمركز الشرطه علمتهم خاطر خديت نمر الكهرباء وعلمتهم كلمتك انت كصحافي تاع استقصاء وانا وقتها خفت وشكيت اللي هما على زياد الهاني خاطر ثنية اللي توصل دار زياد الهاني منين انا خرجت طلبت زياد الهاني زاد علمته
بيه بخلاف اللي نذكره بالكدا اللي انت طلبتني هنا واللي انت طلبت زياد الهاني باش تعلمنا بالحادثه هذه ومسيلش نقولها انا اللي ماخذين ما انا واحد من الناس ما خديتهاش برشا على محمل جد على خاطر يا في با برشا ديزيليمون اللي تنجم تبع بهم الحكايه. اما انت زاد قمت بالاتصال بالجهات الامنيه. مشيت لمركز الشرطه في وقتها علمتهم بالواحد بالحادثه شنو صارت وعطيتهم لي روبير ويصوروا ولنهج اللي يصوروا فيهم وخذوا معناها محضر اعلام من عندي وصححت فيه. وبعد ما تم تحرير محضر اعلام من الوقت هذاك لليوم ما تمش الاتصال بيك؟